هتسيبني كده؟ مش دي طريقة القرآن؟ طريقة القرآن هي أعدت للمتقين. اللي بيعملوا إيه؟ أخد قرار أهو، الذين ينفقون. أول قرار هاخده في السراء والضراء، تاني قرار هاخده والكاظمين الغيظ، تالت قرار هاخده والعافين عن الناس، رابع قرار هاخده والله يحب المحسنين، خامس قرار لو وقعت والذين إذا فعلوا فاحش أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أنا هتوب ومش هيأس، ومش هيجي لي الشيطان يقول لي انت كل شويه تقع في المعصيه دي، انت مفيش فايده فيك، انت مش هتنفع شيخ، انا كل شويه بقى اعمل ايه؟ توب، وكل كل ما توب بقى توب تاني توب تالت، ان الله لا يمل حتى تمله، افضل دايما توب دايما توب، ما تيأس ابدا. هو كده المسلم، كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ان المسلم خلق مفتونا توابا نسيا اذا ذكر ذكر، قال ما من عبد مؤمن الا له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، وإن المؤمن خلق توابا مفتونا نسيا إذا ذكر ذكر، فإنسان لا يأس أبدا. المتقين قد يفعلوا الفاحش، المتقين قد يفعلوا قد يظلموا أنفسهم، لكن إنما اكتسبوا صفة التقوى من أنهم يسارعون بالتوبة، أول ما تغلط قوم، اغلط قوم ولو مئة ألف مرة، إن الله لا يمل لا يمل حتى تمل. إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، لم يصروا هم يعلمون. ارجع بقى تاني، رجعني للجنة تاني والسياق، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وكده قل لي بقى كلمة تحفزني، ونعم أجر العاملين. أنا كده اتغير.